أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن إجراءات الميليشيا في فرض قيود جديدة على حرية الصحافة الإلكترونية وإصدار قرار يجرم العمل الصحفي الإلكتروني بدون ترخيص. فرضت ميليشيا الحوثي والمخلوع قيودا إضافية على حرية الإعلام والصحافة في اليمن. وأصدرت وزارة الإعلام الخاضعة لسيطرة الحوثيين قرارا وزاريا يجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص من قبلها، ويمنع ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية. يأتي هذا القرار في وقت تصدرت فيه ميليشيا الحوثي والمخلوع قائمة منتهكي حرية الصحافة والإعلام منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر من العام 2014، وذلك بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يمضي سجل انتهاكات تحالف الانقلاب بحق الإعلام والحريات الصحفية؟ وما هو الرأي القانوني لإجراءات الميليشيا القمعية التي تتخذها بحق الصحافة؟ قبل البدء بالنقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. هي أسوأ أيام الصحافة وهي الأصعب على أصحابها، هذا ما يقوله الواقع بعد 3 أعوام من الانقلاب ومصادرات جميع الحقوق والحريات. حملات القمع والقتل والملاحقة والاختطاف للصحفيين لم تكن آخر فصول الانتهاكات التي انتهجتها الجماعة الحوثية منذ بداية تحركها لإسقاط الدولة، بل كان إقفال القنوات الخاصة ومصادرة أجهزتها وتوقيف غالبية الصحف الأهلية والحزبية جزءا ثابتا من مسيرة التحرك نحو فرض نسق الرأي والصوت الواحد. الصحافة الإلكترونية التي كانت آخر منافذ الحصول على المعلومة والخبر المختلف للمواطنين القابعين في مناطق سيطرة الانقلاب تم حجبها بالكامل، ولم تستثني منها الميليشيا إلا من يؤيد توجهاتها. في الجديد فرضت ميليشيا الحوثي مزيدا من القيود على حرية الإعلام والصحافة الإلكترونية بإصدار قرار يجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية، وهو الأمر الذي أثار غضب الوسط الصحفي باعتباره يمثل مزيدا من القيود على حرية التعبير وانتهاك جديد يضاف إلى سجل الميليشيا الحافل بالانتهاكات. القرار هو في مضمونه العام منع ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص، ومن ثم الالتزام بلائحة الصحافة الإلكترونية، وهو ذاته الأمر الذي أثار سخرية العديد من القانونيين، خصوصا أنه لا يوجد قانون خاص ينظم عمل الصحافة الإلكترونية حتى الآن. نقابة الصحفيين وفي بيان لها أفادت أن الحريات الصحفية ما تزال في وضع حرج مع استمرار حالة العنف والعدائية تجاه الصحافة والتعامل مع الصحفيين كهدف سهل في الصراع السياسي والعسكري. النقابة رصدت 38 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون ابتداء من يوليو حتى نهاية سبتمبر، منها 11 حالة اختطاف، فيما لا يزال 16 صحفيا يعيشون أوضاعا قاسية في سجون صنعاء ويحرمون من حقهم في الرعاية الصحية. ما بين يوم وآخر تزداد الممارسات القمعية التي تمارسها الجماعة الحوثية بحق الصحافة والصحفيين، انتهاك لا حصر لها، وصوت واحد هو الذي يفرض على الجميع بقوات السلاح. مجددا ترحيبكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من جنيف، نبيل الأسيري عضو مجلس نقابة الصحفيين. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. إذن أستاذ نبيل، هناك يعني قيود أخيرة ربما يمكن وصفها فرضتها ميليشيات الحوثي على الصحافة الإلكترونية، كيف تتابعون أنتم في النقابة ما المستجد في ذلك؟ القانون الأخير واللائحة التنفيذية التي أصدرها وزير الإعلام التابع للميليشيات هي مرحلة من مراحل تضييق على الحريات الصحفية أو ما تبقى من الحريات الصحفية. هم الآن يريدون إغلاق كافة المواقع والسيطرة على المواقع، يعني خاصة أن هناك يعني في القانون واللائحة بأنه يجب عليه أن يكون هناك ترخيص وأن يكون هناك يجدد دائما أو يسلم منشوراته أكثر من مرة إلى الإيداع، ويحق لوزير الإعلام الميليشيات إيقاف أي موقع يشتبه به. كل ذلك يؤكد أن العملية الخاصة بالحريات الصحفية في دمار شامل من قبل تلك الميليشيات التي تعرف معنى القوانين ولا تعرف معنى الحقوق والحريات أصلا، يعني فمبالغ يعني بأن تصدر قوانين أو لوائح تنفيذية. نحن في نقابة الصحفيين طبعا كما رفضنا القوانين السابقة الخاصة بالحرية كقانون الصحافة والمطبوعات والقوانين الأخرى التي كانت أشبه بقوانين الطوارئ،
لازلنا نؤكد رفضنا التام لكل الإجراءات التي تقوم بها الميليشيات في هذا الوقت وفي هذا السياق والهادفة إلى تكميم ما تبقى من الحريات الصحفية. الأمر واضح لدينا كثيرا أن هناك مرحلة جديدة من التعقب للصحفيين، خاصة بعد أن كانت المواقع الإلكترونية فيها أكثر حرية. وإضافة إلى أحب أن أشير إلى أن تقريبا هناك 150 موقع تم حجبهم من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، مواقع أخبارية يمنية وعربية ودولية، كل المواقع التي لا ترغب بها الجماعة أو تعتبرها خارجة عن سياق الميليشيات ورأي الميليشيات تقوم بعمل الحجب والقرصنة عليه. هذه جرائم أيضا تعد من ضمن الانتهاكات الكبيرة التي تمارس ضد الصحافة. بالفعل نقابة الصحفيين تؤكد رفضها التام لكل الإجراءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح في هذا السياق وكل الإجراءات السابقة. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ نبيل. أرحب أيضا بمن ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ علي الفقيه، نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذا أستاذ علي، بتقديرك ما الذي يعنيه إصدار ميليشيات الانقلاب قيود إضافية على الصحافة التي هي أساسا مختطفة في ظل ما هو أساسا أيضا سلطة مختطفة أو مختطفة من قبل الانقلابيين؟ تحية لك ولضيفك الكريم زميل نبيل الأسيدي ولمشاهدي قناة بلقيس. أعتقد أنه هذه القيود الإضافية هي محاولة من جماعة الحوثيين لإسكات ما تبقى من أصوات أو لسد ما تبقى من ثغرات تنفذ عبرها المعلومة لتصل إلى المواطن اليمني الواقع تحت قبضة ميليشيات الحوثي في اليمن. لكن وبالنظر إلى احتدام الأزمة بين طرفي الانقلاب في الداخل، تفسيري للتحركات الأخيرة في محاولة الحوثيين لإصدار قانون عبر وزيرهم القادم من الكهف الذي ليس له أي علاقة بالإعلام ولا بالقانون ولا بالمسؤولية، أعتقد أن هذا القانون في هذا الظرف بالتحديد هو يستهدف الصحفيين المحسوبين على جناح صالح الذين يظهرون بين حين وآخر ولهم أصوات ناقدة لتصرفات ميليشيات الحوثيين، وبالتالي يبدو أن الجماعة توجد أرضية قانونية لموجة قادمة من القمع، موجة قادمة من الملاحقة والسجن والاعتداءات كما حصل للقوذاني ولغيره من الإعلاميين المحسوبين على صالح. فهي في هذه الحالة تريد أن توجد قانون لتقمعهم بهذا القانون، وأيضا لتسكت حليفها صالح حتى لا يستطيع أن يتكلم أو يدافع عن الإعلاميين التابعين له الذين من المتوقع أن يتعرضوا لمزيد من القمع خلال الأيام القادمة من خلال مثل هذه الإصدارات. نعم. طيب أرجو أن تتفضل مرة أخرى بالبقاء معنا أستاذ علي. أعود إلى أستاذ نبيل الأسيدي، يعني عضو مجلس نقابة الصحفيين مرة أخرى. أستاذ نبيل، إذن يعني النقابة وثقت حوالي 38 حالة انتهاك ضد الصحافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط. عندما نتحدث عندها يعني بهذا الرقم ونرى هذه القرارات الجديدة أو التحركات الجديدة من قبل الحوثيين، هذا إلى أي يعني منحى يؤشر إلى ما سيواجهه الصحفيون في الأيام القادمة؟ أولا هذه الميليشيات لا تعرف معنى الحقوق ولا الحريات ولا وحتى التقارير الدولية والعربية وحتى خاصة بنقابة الصحفيين التي ترصد هذه الانتهاكات وتعتبرها ضمن جرائم الحرب وضمن جرائم ضد الإنسانية. هذه الميليشيات لا تفقه معنى القانون لا الإنساني ولا الأخلاقي ولا الدولي، فهي يعني مستمرة في غيها في هذا السياق. النقطة التي أشار لها الزميل العزيز علي الفقيه هي نقطة مهمة جدا، وهي أن القانون أو اللائحة التي أصدرت معناه مرحلة جديدة من القمع وموجهة بالفعل للصحفيين الذين ما زالوا في العاصمة صنعاء وما زالت هناك بعض الآراء التي تصدر عنهم تندد بجماعة الحوثي، وبالتالي هم يستهدفون الآن قمعهم
بجديد من خلال شرعنة قضية مثلا ما سيكون هناك اختطافات أو اعتقالات أو اعتداءات أو محاكمات سيتم شرعنتها من خلال تلك القوانين، كما يحدث مع الصحفيين المختطفين في سجون الميليشيات منذ أكثر من عامين، هي الآن تحاول إحالتهم إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في محاولة منها لشرعنة قضية اختطافهم واعتقالهم وشرعنة تلك الجرائم التي ارتكبت من خلال محاكمتهم وتقديمهم كمجرمين. بالإضافة إلى أن نقابة الصحفيين في هذا السياق هي رصدت خلال الثلاثة الأشهر 38 حالة انتهاك، بينما في الستة الأشهر وصلت إلى أكثر من 130 حالة انتهاك. يعني هذا إلى الآن خلال التسعة الأشهر هناك تقريبا أكثر أو أقل من 200 حالة انتهاك، يعني 198 حالة انتهاك خلال، وهذا الارتفاع مخيف جدا. يعني في العام الماضي كان هناك 205 حالة في طيلة العام، وأيضا في العام الذي قبله كان هناك حوالي 316 حالة اعتداء وانتهاك على الحريات الصحفية. المؤشر يقول أن الانتهاكات السابقة والكبيرة منذ دخول الميليشيات إلى العاصمة صنعاء إلى أنها إلى الآن لم تشبع من تلك الانتهاكات وما زالت تتعاظم في هذه الانتهاكات. هذا مؤشر خطير على الحريات الصحفية في القادمة. أحذر أيضا زملائي العاملين في وسائل الإعلام في الداخل في صنعاء في مناطق الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات من موجة قادمة من الاعتقالات والانتهاكات المتكررة للحرية الصحفية بحجة الكتابة وبحجة أيضا إصدار لائحة تنظم العمل. هناك الكثير من المواقع التي لا تسيطر عليها جماعة الحوثي، لكن هناك مواقع تتبع إما المؤتمر الشعبي العام أو تتبع بقية التنظيمات الموجودة في العاصمة صنعاء وغيرها، وهي الآن هي تستهدفهم بشكل مباشر. نعم. أيضا أحب أن نضيف أن يعني أكثر من 60% من الانتهاكات التي في الربع الأخير هذا 38 حالة قامت بها ميليشيات الحوثي صالح. أحب أن نركز على أن النقابة رصدت 10 حالات تحديد بالتصفية، يعني ألم يكفيهم أنه قتل إلى الآن أكثر من 23 صحفيا منذ انطلاق أو دخول الميليشيات إلى العاصمة صنعاء. وأيضا في العام الماضي كان هناك 40 حالة تهديد بالتصفية يعني وشروع في القتل. هذه الحالات أيضا مؤشر خطير. نعم. يعني على نوعية الانتهاكات المرتكبة. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نبيل. أعود إلى أستاذ علي الفقينة إبريس تحرير صحيفة المصدر. أستاذ علي، يعني الآن في ظل عصر الفضاءات المفتوحة وسائل التواصل الاجتماعي، بالنسبة لجدوى هذه الخطوة برأيك هل ستمثل يعني خطوة للضغط على الصحفيين، أم أنها أيضا ستتجاوز ذلك لعمل مثل يعني وضع ما بقي من محافظات تحت سيطرة الإنقلابيين في يعني عزلة عن العالم؟ هي في بدرجة أولى تستهدف تخويف الصحفيين أنه الذي ليس لديه ترخيص لإصدار أو للعمل في موقع إلكتروني أو لإنشاء موقع إلكتروني يقولون له بأن وضعه غير قانوني وبأنه يمكن محاكمته في أي لحظة، و أمام الناس يظهرون أنهم يطبقون القانون. أما بالنسبة لوصول المواطن إلى المعلومة أو تدفق المعلومة للمواطن، أعتقد أنه يستطيع كثير من الناس الاحتيال على هذه القيود كسرها والوصول إلى المعلومة. يستطيع على الأقل طبقة معينة أو نخبة من المجتمع الوصول إلى المعلومة رغم الحواجز رغم القيود التي تفرض. إنما هناك قطاع كبير أيضا حجبت عنه المعلومات بفعل الحجب والمنع والحظر الذي تم في السابق بدون أي قوانين بدون أي لوائح تنظم ذلك. إنما عندما يعني استكمل الانقلابيون سيطرتهم على العاصمة صنعاء وعلى معظم المدن اليمنية وسيطروا على وزارة الاتصالات حجبوا معظم المواقع، ونحن من ضمن المواقع المحجوبة، لكن لا زال لدينا الكثير من القراء في الداخل ما لا نستطيع أن نصل إليه عبر مواقع الويب سايت، نصل إليها عبر الفيسبوك عبر التويتر عبر التليجرام. هناك نوافذ كثيرة نستطيع من خلالها النفاذ إلى المعلومات، ونخوض تحدي مع هذه الميليشيات في أننا قادرون على الوصول إلى المواطن مهما كانت القيود. فقط من هذه القوانين سيستفيدون لشرعنة عمليات القمع التي يقومون بها ليس أكثر. أشكرك أستاذ علي الفقي نائب رئيس تحرير
المصدر، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، وأرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن. أستاذ توفيق الحميدي، رئيس وحدة الرصد في منظمة سام، أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك بجميع مشاهدي قناة بلقيس. حياكم الله. إذن أستاذ توفيق، ما هو الموقف القانوني تجاه ما يعني تقوم به الميليشيا تجاه الصحافة وحرية الصحافة، وخصوصا عن إقرار الميليشيا للائحة لتجريم العمل في الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص؟ أنا أعتقد أن العمل الصحفي وبشكل عام حظي برعاية خاصة من قبل المجتمع الدولي والهيئات الأممية والدولية على حد سواء. هنالك الكثير من الاتفاقيات الدولية والمواثيق المتعلقة بحماية الصحفيين، المتعلقة بحرية الرأي، وحرية الرأي اعتبرت ركيزة أساسية في تقريبا في أغلب أو في نستطيع أن نقول في جميع المواثيق الرئيسية الجامعة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 48، إضافة إلى الميثاق أو العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى غير ذلك. وبالتالي أصبح حرية الرأي اليوم هي مقياس عالمي في تصنيف تقدم الأمم والمجتمعات على حد سواء. وبالتالي اليوم أنا أعتقد أن ما يتعرض له الصحفيون في اليمن وبالذات منذ سقوط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 هو عودة باليمنيين إلى الوراء، تستطيع أن تقول عقود بل ربما نقول قرون طويلة إلى الزمن. كان هنالك نقلة نوعية أحدثتها المناخات السياسية منذ عام 1990 برغم وجود كثير من التجاوزات من قبل نظام المخلوع علي عبد الله صالح، إلا أننا نستطيع أن نقر ونعترف كان هنالك هامش، كان هنالك صحافة، كان هنالك حرية رأي سقفها مرتفع، كان هنالك قنوات قضائية، كان هنالك أيضا إذاعات إلى غير ذلك. لكن من بعد عام 2014 بسقوط العاصمة صنعاء تقريبا انعدمت الحياة الإعلامية والصحفية في اليمن بشكل عام. تعرضت لنستطيع أن نقول لسياسة تجريف وتدمير ممنهجة. هذه السياسة هي محرمة بموجب كافة القوانين الدولية وتعتبر جرائم تستوجب المساءلة والمعاقبة لكل من يرتكبها. اللائحة الأخيرة التي أصدرتها جماعة الحوثي أو سياسة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء أو المتعلقة أو التي تفرض مزيد من القيود على الحرية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، هي أنا أعتقد أنها لم تأتي بجديد إلا من باب محاولة إضفاء الشرعية على سياستها التضييقية على المواقع الإلكترونية بشكل عام. لكن مع ذلك القضية متعلقة اليوم بشرعية السلطة التي تصدر مثلها هذه اللوائح، مع أنها متناقضة مع الدستور ومتناقضة مع الأعراف الجمهورية اليمنية موقعة، وبالتالي لا قيمة لها من الناحية القانونية لأنها باطلة من حيث المنشأ وباطلة لتصادمها مع كافة المواثيق الدولية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ توفيق. أعود إلى الأستاذ نبيل الأسيدي بعودة أخيرة. أستاذ نبيل، إذن يعني بجانب البيانات المنددة وعملية الرصد، ما الذي يمكن فعله، وخاصة أنكم أنتم من نقابة الصحفيين، ما الذي يمكن فعله لمواجهة هذه القيود التي تفرضها السلطات الإنقلابية تجاه الصحفيين والصحافة في اليمن؟ في ظل الوضع الحالي من المهم جدا أن يكون هذه المرحلة هي مرحلة رصد وتوثيق لكافة الانتهاكات، وأيضا تزويد المنظمات العربية والدولية الخاصة بالحقوق والحريات بهذه القائمة الطويلة من الانتهاكات وتفصيلها وتسجيلها، بالإضافة إلى توثيقها لدى المنظمات، لأن هناك قانون دولي يتحدث عن عدم الإفلات من العقاب ومحاكمة كل من
من قام بالانتهاكات ضد الحريات الصحفية وضد الإنسانية في أي وقت من الأوقات حينما تعود الدولة ويعود النظام والقانون، سيكون هناك بالتأكيد مواصلة الحملة التي تقودها نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بعدم الإفلات من العقاب، بحيث توجه الاتهامات لكل من قام بالارتكاب بهذه الجرائم وأيضا محاكمتهم ومعاقبتهم. لابد من الأخذ ب لا نهدر دماء زملائنا التي سقطت، وأيضا الزملاء الصحفيين الجرحى والمصابين والذين في المعتقلات طيلة هذه الفترة الماضية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا على الهاتف من جنيف. وبالعودة إلى ضيفنا من فيينا الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، الآن حتى الآن يبدو أنه يعني من قبل مجلس حقوق الإنسان، المجتمع الدولي عموما المهتم بمجال حقوق الإنسان وحرية الحصول على المعلومة، لا يبدو أن هناك موقف يعني واضح وموقف ضاغط على من يقوم بهذه الانتهاكات لوقفها. لماذا يأتي ذلك برأيك؟ أستاذ توفيق؟ أستاذ توفيق أنت معي؟ إذن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ توفيق الحميدي رئيس وحدة الرصد في منظمة ألو؟ إذن تسمعني أستاذ توفيق؟ نعم أسمعك. نعم نعم، كنت سألتك إذن على أن إلى الآن يبدو أن المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الحصول على المعلومة وحرية الصحافة لا يبدو منها موقف واضح ضاغط على من يقوم بهذه الانتهاكات لوقفها، لماذا يحدث ذلك برأيك؟ أنا أعتقد أنه للأسف الشديد اليوم الملفات الحقوقية أصبحت تخضع كثيرا للمزايدات السياسية وحسابات والحسابات المصلحية للدول الكبرى. للأسف الشديد هنالك انتهاكات الجميع يقر بها، يقر بها المجتمع الدولي، تقر بها الدول المعنية بهذا الشأن والتي لديها حرية كبيرة وتعتبر أن هذه الحرية في بلدانها إحدى المقدسات التي لا يجوز المساس بها إطلاقا، بل من يقترب منها ربما يفقد وظيفته السياسية أو الحكومية إلى غير ذلك. لكنها مع الملفات اليمنية أو غير اليمنية تتعامل بنوع من البراغماتية، وبالتالي أصبحت للأسف الشديد اليوم حقوق الإنسان في دول العالم الثالث على طاولة مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان تخضع لكثير من المزايدات للتصويت، للحسابات السياسية، للحسابات الاقتصادية، ربما نستطيع أن نقول لرشاوي إلى غير ذلك. إلى حد الآن برغم على سبيل المثال ما يحدث دائما في سوريا من جرائم يندى لها الجبين وتقريبا موثقة بعدسة الكاميرا وينقل إلى كافة أنحاء العالم، مع ذلك لم نرى إلى حد الآن إحالة هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن هنالك روسيا على سبيل المثال تتخذ حق النقض الفيتو. كذلك أنا أعتقد أن هذه الملفات للأسف الشديد تخضع لمزايدة سياسية، مع إيماننا اليقيني بأن اليوم هنالك جبهة عريضة تتشكل يوما بعد يوم ستأتي بهؤلاء المنتهكين وستؤثر اليوم أو غدا. لكن أنا أعتقد أن البعد السياسي يلعب أو يؤثر بصورة كبيرة على المسارات الحقوقية داخل هذه المنظمة. إذن أشكرك أستاذ توفيق الحميدي رئيس وحدة الرصد في منظمة سام، كنت معنا على الهاتف من فيينا، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل محمد عبد المغني معد هذه الحلقة وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.